في مثل غريب ان ربنا بيعاتب شعبه اللي مرضاش يجي من اي حد غير منهم. المثل ده بيتكلم على ايه؟ بيقول ان كان في واحد عنده كرم عطاه الناس اجره له مشتغل فيه كده وبعت ياخد الايه الثمر بتاعه، ما اجره النص بالنص وانا عارفش ايه بقى الحكايه. فهم عملوا ايه؟ بعت لهم العبيد ضربوهم. ادي دول الانبياء اللي ربنا بعتهولهم، كل واحد يقول يحصل ويحصل في سيون، يقولوا اوعى تتكلم على زيون مدينة الله المقدسة. ده بحين كم نبي؟ مش فاكر، 3 ولا 4 ولا. كانوا بيحبوا ربنا جاوي، بيحبوا مدينة الله. ادي العبيد اللي جلدوهم وضربوهم. وبعدين جه بعد كده ايه؟ راح قال انا ابعت لهم ابني خافوا مني، خافوا منه يعني. لما شافوه قالوا بس هو ده الوريث، تعال نقتله وناخد الكرم ده، ما عندوش حد تاني. فخدوه وطلعوه وقتلوه. هيعمل ايه صاحب الكرم لما يجي؟ فقالوا ده هيقطع رقبتهم وياخده ويدي لناس تاني ويهلكهم هلاكا رديئا، وناس غيرهم هي اللي تمسك الكرم. فقال لهم حاجة غريبة قوي، قال لهم الحجر اللي رفضوا البناؤون سواء ما جاش بقى ملك وتاج والماظ وكده، ربنا خلاه رأس للزاوية. حجر الناس البنين قالوا ده بايظ ومالوش شكل، خلاه رأس للزاوية. ازاي لا شكل له ابرع جمالا من بين البشر؟ هو ابرع جمال وطاهر ونقي وكل حاجة شبهنا، وجسمه ولحمه يتألم ويا رب لماذا شبقتني؟ انت سبتني ليه؟ سابوا للألم يعني، مش سابوا، ما انفصلش الاقانيم عن بعضيها، فصل شال خطايانا. فبقى لا شكل له ولا منظر، زي واحد لابس ابيض وفل لو ماشي في الشارع وتيجي واحدة مسحت وبجردة للطين وتروح دلجة عليه، يبقى هو شال كل ايه؟ خطايانا. فبيقول لهم ايه؟ كان عجيب في عيوننا ملكوت الله نزع واعطى الامة تعمل ايه؟ اسمار. الامم الوحشة اللي هو احنا اللي قاعدة في الضلمة، وبيقول ايه؟ يعطى الامة تعمل اسمار، من سقط على الحجر يتردد يتفتح راسه اللي وقع على حجر، وان سقط عليه الحجر يسحق. انت لو شنكلت وقعت على الحجر يفتح راسك، لو الحجر نزل على راسك يعني تستحق. فبيتكلم ان هم بعت لهم انبياء وبعت لهم طبعا هم، هو بيحبهم هو بيعاتبهم زي ما عاتب اقنوم الاب من كتر الالم، وقال له في يديك استودع روحي. وده اللي يثبت ان هو فعلا في ايدينا الله. وبعدين قدم التمام، الكلمة التي تخرج من فم ترجع عليها فارغة، اللي هي الكلمة صار جسد. وبعدين نزل، مش معنى انه قدم التمام انه هو اجل، نزل بدمه بقى وانقذ الناس. واليوم الثالث في فجره الساعة 2 الظهر، 2:10 فجر اليوم، اليوم بيبدأ عندهم الساعة 5. انا كنت عند اليهود وشفت كل حاجة هم بيعملوه، اشتغلت عندهم خدامة اسبوعين ولي الفخر في ذلك. الأمة التي لا تخدم شعبي أنا أبيدها، يمكن ده اللي مخلي مصر ما تفنتش لحد الوقت. لو كنت أعرف ما كنتش اشتغلت، بس أنا خدت بركة منهم. كانت اتهارت مصر من كتر شرها، سوريا ولبنان خاربينها وواكلين ورثهم، واكلين ورث السعودية، هاجر ومرات إسماعيل من هنا. فبيقول إن ملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت خرج الصبح ليستأجر ناس في الكرم ايه بتاعه. انفق مع الفعلة دول ايه؟ اتفق معهم سوري على دينار يعني جنيه في اليوم، وبعتهم جناز بعد كم ساعة بعتهم كل ياخد زي بعضه، كله هيدخل ملكوت السماوات. بس في حاجة، بس مش في نجم يبقى زي نجم، يعني واحد قتل مرة يبقى زي لما يقتل ارهابي والاهلي جزيل وحمل ناسي مشغول، واللي ساكتين زيك زي القاتل، انت شطار وخرس وهيفضل يقتل فيكم وانت ساكت ومجرف وربنا ينتقم منك. ادوس اللاجي ده ايه؟ واعمل هيساويه بواحد قتل مرة ومثلا دفاع عن نفسه او مش عارف ايه. لا طبعا،
هو بيقول ان هو كلهم خدوا، يعني كلهم دخلوا ملكوت الايه السماوات، كلهم دخلوا ملكوت ايه السماوات. فطبعا هم متغاظين وقالوا ايه ده، يديهم زينا ليه؟ فعايشه طول عمرها زانيه وبتاع ورجعت تابت. بس خلي بالك لازم هتتقتل، هي لو تابت هتقبل عدل الله، لازم هتتقتل. ده لو محكمه مصر بتشغلهم في الدور ال 13 وتديهم 5000 كل واحده، في مليون زانيه ب 5 مليون، تديهم الاجهزه اللي بنقفش بيها الارهابيين عشان يخربوا بيها للناس. في ايد العوار، حكومتي هما العواهر الارهابيين، هما اللي بيسرقوا القوات المسلحه المعنوية ويبصوها القذافي اقتلنا المسلمين. ليه؟ من شرنا، من وسختنا، لان ربنا هو مطلع موسى النبي قال لن يحكمك يا مصر الا الغريب. وفي حسكال النبي وجاء كنت حلو اجيب لك غريب حلو، حسني ده كان لما يبص على رجلين الناس. ونعم انا بستغرب انه بيبص على رجلين الناس عشان يشحت لنا، لا انا يولعوا المهم انا بس. وكان يروح اقعد استنى بالكام يوم وجمال ما يجيش معاك، يعني شيء يعني مش عارف يعني الصراحة ده الراجل ده. بيقول هنا ايه، اصل مصر ما تستاهلوش. فقال لهم اذهبوا انتوا تأخذوا ما يحق لكم، مالك ومال انا هدي ايه للتاني، انت مالك، اشمعنى امريكا تدي معونة اليهود كذا واحنا كذا، ده هم لما يدوا المعونة. حاجة غريبة جوا على الفلسطين، ما علينا. اذهب انت مالك ما تتحشرش، انا بدي ايه، اريد ان اعطي الاجير ده مثلك، انت هتحشرني في فلوسي؟ انت هتقول لي ربنا اعطيت ده ايه وما اعطيتش ايه؟ ما ترزعش عينك في غيرك، لو ربنا شايف انك لو خدت مش هتنكر وكان عطاك. في ناس لو خدت فلوس بتنكر ربنا، كلنا شايفينه. ما علينا، يبقى هنا بيحكي على ايه، ان اللي جم في الاخر خدوا زي الاول ان هم دخلوا السماء، بس طبعا مكافأة الله ومجازاته، وبالعكس ده خايفين على روحهم وبيحاولوا يعوضوا ربنا على كل الجرف اللي عملوه في عشتهم. هي دي الناس المباركة، مش الناس اللي بتمثل وتروح الكنيسة ترقص، وهاتك يا تخريب وشر وعملكم على رؤوسكم. وعشان فاكرينها تفلت من ربنا، لن يفلت الشرير بشره، لن يفلت. ومصر اخربها جمال ده، ربنا بيقول لي دانيال النبي هو في بابل، لان مصر اوسخ من بابل ومن العالم كله، بيدير الرياف في العالم. اظن ربنا بيتبلى عليهم، ما احنا مسميين شارع النبي دانيال النبي ليه في اسكندريه عشان نفكر روحنا. ولاد كنعان لما تابوا بقوا مسيحيين سموا روحهم عيلة الشال ومشعل، ولقيتكوا يا ولاد كنعان الملعون كما الجراد من على الشال، وفتش عليكم كما بمشعل. لذلك عيلة مشعل استحاله استحاله يكونوا غير ان هم ولاد كنعان الملعون. اه ممكن يكونوا يتجوزوا من حد يلطش له علم لونه بتاع، بس بيبقى اصفر. ما علينا، عنصريه انا مش كده، وربنا عنصري.